دقة العمل adjusted linear error transient rule عندي قلنا والباودج كل طريقة إلى محاسن ومساوئ كل طريقة ما طريقة الكومباس اللي حكينا عليه اللي قلنا في إنه نضرب نقسم مقدار الخطأ على المسافة الكلية نضربه في ضلع كل أضلاع اللاتيتيود مال كل الأضلاع وبعدين مقدار الخطأ مال الديبارتشر نقسمه على طول نضربه في كل أضلاع الديبارتشر ونطلع مقدار يسمى بالكوريكشن أو الأدجستمنت. طريقة الترانزيت رول راح يكون عندي طريقة ليت سكوير. احنا راح نكتفي بطريقة الكمباس رول والترانزيت رول. الحلقات القادمة كمباس رول اللي هسه شرحناه لو مقدار الخطأ على مجموع الكلي في ضلع كل المقدار الديبارتشر مثال تطبيقي هذا طريقة القوانين طريقة الترانزيت هسه راح نشرحها. الباودج كنا ناخذ مقدار الخطأ ونقسمه على مجموع الطول نضرب فيه ديبارتشر او اذا اخذنا مقدار خطأ بالديبارتشر خطأ القفل بالديبارتشر كنا نضرب فيه طول ضلع الديبارتشر ضلع الاول ضلع الثاني ضلع الثالث. بالترانزيت نفس الشيء اللي بيختلف فقط انه ما راح نقسم على المسافة راح نقسم على السم ابسولوت سميشن للاتيتود. اذا كان لاتيتود نقسم على ابسولوت سميشن مال لاتيتود اذا كان ديبارتشر نقسم على ابسولوت سميشن مال الديبارتشر. هذا القانون مالته هذا الجدول اللي حكينا عليه هذا اللاتيتود هذا مقدار التصحيح هذا الادجستد او الادجستمنت الادجستد هذا او الكوريكت لاتيتود هذا الديبارتشر هذا adjustment departure هذا adjusted departure هذا مقدار. شوف احنا عندي summations zero هنا ايضا عندي summations zero هذني راح اقدر استخدمه في احداثيات الاحداثيات ايضا هو موضوع من المواضيع المهمة الاحداثيات اللي اذا كان polar coordinate او cartesian coordinate او rectangular coordinate هذا المواضيع هذا مر علينا في الرياضيات طبعا هذا polar coordinate اللي يعتمد على الفا والديستانس اللي هي الازيموث والديستانس اللي احنا استخدمنا الكارتيجيان يكون على محور الاكس والواي مقدار قيم على الاكس والواي الريكتانجلر يكون عندي الواي دي في ساين الالفا الاكس يكون الواي اللي هي شنو الدلتا ان الاكس اللي هي دلتا اي واضح راح يكون عندي في كوساين نحسب بها الاحداثيات كما هنا بتوضيح ابسط وبالتفصيل يبين لي شلون راح احسب الاحداثيات اجي على الاستينج شلون احسبها استينج نقطه او زائدا الدلتا اي هنا الدلتا اي اللي يساوي لي الدلتا اي يساوي لي المسافه في ساين الثيتا الثيتا هي الازيموث والال هي الديستانس والنورثينج هي نورثينج النقطه السابقه زائدا الدلتا ان الدلتا ان اللي هي المسافه في كوساين الثيتا. باقي النقاط كلها راح نحسبها ايضا راح يكون عندي جدول متكامل يوضح لي شلون انه احسبت احداثيات باقي النقاط ايضا summation الجمع الجبري للاحداثيات المفروض بالاخير يطلع لي نفس الاحداثيات اللي قفلت عليه او يتصفر عندي على نفس الرقم لما يكون عندي جمع جبري لمجموع الاحداثيات يعني احداثيات الاولى للنقطة اللي بديت بي اذا رجعت سويت لوب الى نفس الاحداثيات رجعت معنات لازم ينطيني نفس الاحداثيات exactly باللوب traverse اذا اللينك ترافيرس بديت نقطه معلومه انتهيت نقطه معلومه لازم ينطيني احداثيات النقطه المعلومه اللي انتهيت بها وهكذا استخدم طبعا التوتال